مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله طاعتكم. الأجواء هذه الليلة أجواء معتدلة، وتصل درجات الحرارة حاليا ما بين 26 إلى 23 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. بشكل عام أيضا بدأت تتكاثر بعض السحب تدريجيا، ومتوقع هذه الأجواء الغائمة راح تستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الغد، وأيضا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على معظم المناطق. هذه الفرص أيضا راح تستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الغد، من بعدها راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، ومعها راح تبدي تقل السحب تدريجيا، وأيضا تتراجع معها فرص الأمطار. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا، مع رياح حاليا جنوبية تصل سرعتها إلى 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 23%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب على دولة الكويت، وكذلك على معظم المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مأثر علينا بهوا كوس، متوقع راح يستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الغد، من بعدها في دخول لمرتفع جوي ضعيف راح يأثر علينا بتحول في اتجاه رياح إلى رياح شمالية غربية، لكن المنخفض الجوي راح يرجع مرة ثانية في منتصف هذا الأسبوع. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا على معظم المناطق، خاصة المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد، وكذلك على المناطق داخل البحر. هواء جنوبي شرقي خفيف لما تدل السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة بشكل عام، وأجواء معتدلة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. متوقع أن هذه الأجواء راح تستمر معنا حتى صباح يوم الغد، رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، ودرجات الحرارة متوقع تصل ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية، وأجواء متوقع تكون غائمة إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق، وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة، وقد تكون أيضا واردة على معظم المناطق خاصة المناطق الشمالية من البلاد، وكذلك داخل البحر. منتصف يوم الغد راح يستمر معنا الهواء جنوبي شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف لما تدل السرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة بشكل عام، ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف يوم الغد قد تلامس 30 و33 درجة مئوية في معظم المناطق خاصة الساحلية. أما الشمالية وشمالية الغربية من البلاد متوقع تصل ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، ومثل ما ذكرنا مع نهاية نهار يوم الغد راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، وراح تبدي تقل معها السحب تدريجيا وتتراجع معها فرص الأمطار. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف لما تدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 5 أقدام، ولازلنا في فترات الفساد اللي تكون فيها تيارات الماي ضعيفة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 3:40 دقيقة، شروق الشمس الساعة 5:06 دقائق، وموعد أذان المغرب باكر راح يكون الساعة 6:25 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع في يوم الغد أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا خاصة في فترة النهار، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة، وراح تبدي معنا الفرص من مساء هذا اليوم، وراح تستمر حتى نهاية نهار يوم الغد. أجواء راح تميل إلى الحرارة، متوقع تصل العظمى إلى 34، أما الصغرى متوقع تصل إلى 22 درجة مئوية. مع نهاية نهار يوم الغد راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، راح تكون ملحوظة أكثر في نهار يوم الأحد مع أجواء مشمسة معظم الوقت، العظمى 38، أما الصغرى راح تنخفض إلى 23 درجة مئوية. مثل ما ذكرنا هو شمالي غربي في بداية اليوم راح يكون 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، ما راح يطول وايد. مع نهاية نهار يوم الأحد راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح جنوبية شرقية، راح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأثنين 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة، متوقع تصل سرعتها، وراح تبدي أيضا تتكاثر معها السحب تدريجيا. العظمى المتوقعة 38، الصغرى 24 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية متوقع في يوم الثلاثة ونشطة من حين إلى آخر 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق، وأيضا مصحوبة بفرص لغبار خفيف ومثار على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة. راح نوافيكم بإذن الله بتفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. عودة للهواء الشمالي الغربي في يوم الأربعاء مع أجواء مشمسة معظم الوقت، والعظمى المتوقعة في يوم الأربعاء 39، أما الصغرى المتوقعة 25 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم.